دلوقتي عايزين نعمل رام يطلعني من السايدز الى الدور جراوند عند في المدخل. فدي بنعملها من فين؟ اولا لابد ابقى واقف على السايدز عشان انا بعمل رام. الرام بيتعمل من تحت لفوق، فانا هقف على السايد. بعد كده هقول له اعمل لي رام. الرام دوت هعمل له ايديت بحيث ان هو لما يمشي 1800 يطلع لي 300 مللي. لما امشي 1800 مللي في اتجاه الرام يطلع لي الليفل يوصلني ل 300 مللي فوق الليفل اللي انا واقف عليه. فاجي عندي اقول له ايديت، هقول له والله ان انا همشي 1800، وبعدين ال 1800 ديت هقول له يساوي لما امشي 1800 على 300 اللي انا هطلعه، واقول له اوكي. هاجي هنا هخلي عرض الرامب اللي هو 11739 11739، واجي من بدايه الرامب اهو اطلع لغايه الايه الدور الجراوند. فدي محتاجين ان احنا نظبطها، ان انا عندي الابر ليميت هو دور الجراوند. اجي ادي من اول الرامب، الاحظ ان كل ما بطلع لفوق بلاقي ان في عندي الايه الريميننج عمال بيقل. يعني دلوقتي انا دلوقتي عملت الرام، هعمل اوكي، هلاقي ادي عندي الرام اهو، عايز اشوفه ان هو موجود صح. هروح لل 3 دي، هلاقي ادي الرام اهو طلع من السايت راح للجراوند بالعرض المطلوب. لو كان الاثنين قد بعض بالظبط ممكن اخده كوبي. لو انا متاكد ان قد بعض بالظبط، اللي هو الرامب ده والرامب ده قد بعض بالظبط، اقدر اخده كوبي واخده من النقطه ديت اروح بيه الناحيه الثانيه. هنا بكده عملت التو رامب، ممكن اشوفهم في ال 3 دي اهو. ادي الرامب طالع من السايت رايح للايه للجراوند. يبقى دي ايه، دي الطريقه اللي احنا عملنا بيها الرامب.